بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. النهاردة بنستكمل مع حضراتكم باقي شروحاتنا لبرنامج اس بي اس اس وكيفية تحليل الاستبيانات. الدرس اليوم هو الدرس رقم 12، هو شرح حساب معامل ألفا كرونباخ لقياس صدق وثبات الاستبيان أو الكواشنير. تعالوا بينا نستعرض تعريف لهذا المعامل وخصائصه. معامل ألفا كرونباخ هو رقم أو مقياس واحد يقيس درجة ثبات وصدق أسئلة الاستبيانة، بيأخذ قيما تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح. إذا لم يكن هناك ثبات في البيانات فإن قيمة هذا المعامل تكون مساوية للصفر، أما إذا كانت قيمة المعامل تساوي واحد فهناك ثبات تام. وفي الحقيقة اتفق المتخصصين في مجال الإحصاء إن قيمة إذا كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ تساوي 60% فهي مقبولة للحكم على ثبات هذه الاستبيانة، وكلما زادت قيمة هذا المعامل كلما زادت درجة الثبات والصدق من أسئلة الاستبيان. ما هو الثبات وما هو الصدق؟ الثبات يعني استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه، أي أن المقياس يعطي نفس النتائج باحتمال متساوي لقيمة المعامل إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة. طب ما هو الصدق؟ الصدق يقصد به أن المقياس يقيس ما وضع لقياسه. كيف يمكن حساب معامل الصدق الفاليديتي؟ ده بيتم عن طريق حساب جذر معامل الثبات ويعرف باسم صدق المحك. عايزين ناخد مثال لتوضيح هذه الجزئية. المثال بيقول لك إيه؟ لدينا اختبار تحصيلي مكون من 5 أسئلة تم تطبيقه على 10 طلاب، ونريد أن نستخرج مع معامل الثبات وما هو أفضل نسبة ثبات نستطيع الحصول عليها من خلال حذف بعض أسئلة الاختيار. يا ريت نركز، قمنا بعملية استقصاء ودية النتائج بتاع المستقصى منه. عندنا 10 أشخاص وزعنا عليهم الاستبيانة وكان عندنا 5 أسئلة واستخدمنا مقياس ليكارد من 1 إلى 5. السؤال الأولاني اللي احنا بنتكلم بقى على إيه؟ على موافق جدا وموافق ومحايد و مثلا نقول يرفض ويرفض جدا وهكذا 5، وقاموا بوضع في درجات وقاموا بالتأشير بعلامات الصح وقمنا بتفريغ الاستبيانة. إذا عندي 10 وعندي 5 أسئلة. تعالوا بينا نحلل الكلام ده من خلال برنامج اس بي اس اس. بعد ما قمنا بتشغيل برنامج اس بي اس اس دخلنا على الفاريابل فيو عارض المتغيرات وقمنا بالتسمية اي دي او المسلسل واخترنا النوع نمرك، ثم بدأنا نملى هذه البيانات على هذا النحو واخترنا الميشر الخاص بالاي دي بالمسلسل نامينال، والبعض بيختاروا سكيل ما فيش اي مشكله. ثم بقيه الاسئله رمزناها Q1 وQ2 question 2 3 4 و 5 على هذا النحو. ثم بعد ذلك ذهبنا الى الداتا فيو وقمنا بنقل البيانات الموجوده في الجدول السابق بالنسبه للعشر اسئله، ظهرت على هذا النحو توزيع الاسئله. عايزين دلوقتي نطبق معامل الفا كرونباخ ونركز في إجابة السؤال لأنه سؤال مهم. كل اللي عليك أنك هتذهب إلى قائمة أنالايز، ومن أنالايز هتختار سكيل، ومن سكيل هتختار تحليل الثبات ريابيلتي أناليسز. ثم بعد ذلك تظهر هذه النافذة، من خلال هذه النافذة هنبدأ نختار جميع الأسئلة، بتحددها عن طريق أنك تحدد السؤال الأولاني والثاني والثالث عن طريق الضغط على كنترول. بعد تحديد الأسئلة وليس المسلسل هيتم نقلها في خانة الايتمز. ثم بعد ذلك هنتجه الى statistic اللي هي الاحصائيات، وهنقوم بتنشيط scale of item delete. ليه نشطنا هذا الاختيار الوحيد؟ عشان نحصل على افضل معامل ثبات بحذف بعض الاسئلة. ثم بعد ذلك اضغط على continue، ثم بعد ذلك اضغط على اوكي. هتظهر النتائج في عارض المخرجات اللي هي الاوتبوت فيو. هنركز على اللي هو ادي الثبات معامل الفا كرونباخ، قال لي ان انت عندك 5 بنود والنتيجه 60% وده اعتبرناها او اتفق انها مقبوله كدرجه ثبات. لكن تعالوا بينا نشوف درجه الفا كرونباخ بالنسبه للسؤال الاولاني. السؤال الاولاني لو تم حذفه هيدينا 24%، السؤال الثاني لو تم حذفه هيأثر على النتيجه هيبقى بالماينس اهو زي ما احنا شفنا، السؤال الثالث لو تم حذفه هترتفع الى 30%، والسؤال الرابع والسؤال الخامس. الاذكياء يقول لك ايه؟ طب ما تيجي بينا نحذف، تعالوا بينا نحذف السؤال الثاني. هقول لك ماشي اقفل كده بقى،
لان ده برضو واحده من ضمن الايه تكمله السؤال. هذهب الى الاناليز، من الاناليز هختار سكيل، ومن سكيل هختار ريابيليتي اناليسز، ثم بعد ذلك احذف السؤال الثاني اختاره كده واعمل تراجع عليه، ثم اضغط على اوكي ونشوف النتيجه. النتيجه كانت 60. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل دلوقتي ان النتيجه زي ما احنا شايفين بالوضع ده، ان النتيجه قلت، النتيجه قلت ل 38. طيب اعمل ايه؟ اقول لك طب تعالى بينا نحذف السؤال الثالث. لو حذفنا السؤال الثالث هتبقى النتيجه 71%، يبقى احسن من 60 واحسن من الماينر. مش هحفظ اهوت وارجع اكرر، ومن الانالايز اختار سكيل، من سكيل اختار الليابيلتي اناليسز، ثم احذف السؤال الثالث، السؤال الثالث، واضغط على اوكي ونشوف مع بعض النتيجه تبقى 71 ايه في المية. النتيجه بالفعل اصبحت كام يا شباب؟ 71%. اذا لما حذفنا السؤال الثاني والثالث ترتب زياده قيمه الفا كرونوباك، وبالتالي زياده درجه الثبات. طب البعض يقول له والله احنا ممكن نحذف السؤال الخامس. لا، ما انا مش عايزك تحذف كل الاسئله، بس تعالى بينا لو حذفنا السؤال الخامس روخر ايه اللي هيحصل؟ هيرفع النسبه الى 73%. اهوت نبدا نكررها مع حضراتكم، من الالايز، من الالايز سكيل، ومن سكيل هنختار الليابيلتي اناليسيس، ثم تعالوا بينا نحذف السؤال الخامس، نتراجع عنه ونضغط على اوكي، هترتفع النتيجه الى 73%. اذا مطالب منك انك تعيد صياغه الاسئله او توضيحها او استبعاد بعض المستقصى منه، والنتيجه بالفعل ارتفعت على هذا النحو. اتمنى ان انا اكون وفقت في شرح معامل الفا كرونوباخ لقياس درجه الثبات والصدق او صدق المحك، والصدق بيساوي اللي هو الجذر التربيعي بالنسبه لمعامل الفا كرونوباخ. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.